لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة خشي الرحمن بالغيب ما خشي الرحمن بالغيب ما خشي الرحمن بالغيب ادخلوها بسلام.